بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأحسن الأحوال. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم، وجعلنا وجعلكم من العتقاء في شهر رمضان، إنه كريم مجيب. أما موضوعنا في هذا الفيديو يدور حول عشبة يعرفها الصغير والكبير، عشبة منتشرة في جميع أنحاء الكرة الأرضية، تستعمل زينة في الحدائق وعلاجا لكثير من الأمراض، ووجبة شهية في كثير من الأطباق. نحن اليوم مع العشبة 59 من السلسلة التعريفية للأعشاب الموجودة في المغرب. هذه العشبة نقول لها في المغرب باللعمان. وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل، أترككم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى. إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيد فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع، ولكم الأجر والثواب والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمى بالعمان بالعربية خشخاش منثور وشقائق النعمان، وتسمى كذلك الشقر، وفي الأردن والشام والعراق ولبنان يقال لها الدحنون أو الدحنونة. ومن يعرف اسما آخر لهذه العشبة فليكتبه في التعليقات ليستفيد الجميع، ولكم الشكر الجزيل. أما ارتباط اسم هذه العشبة بالنعمان فيه روايات، منهم من يقول أن تسمية هذه العشبة بشقائق النعمان كونها نبتت على قبر الملك النعمان بن المنذر أشهر ملوك الحيرة، ولهذا ارتبطت باسمه. والحيرة هي مدينة عربية بائدة توجد في الجزء الجنوبي من وسط العراق على مقربة من مدينة الكوفة. وهناك من يقول في هذه التسمية أن الملك نعمان عشق هذه النبتة وغرسها في جميع حدائقه، ولهذا سميت شقيقة النعمان، والجمع شقائق النعمان. فنبات شقائق النعمان عتب سنوي له ساق رفيعة غضة منتصبة ومتفرعة، وأوراقه متفرعة أيضا، ومن بين آباط الأوراق يخرج سويق الزهرة وهو طويل يحمل برعما لا يلبث أن يتحول إلى زهرة أحادية جميلة لها أربع بتولات وبقعة داكنة في الوسط. وتمرة هذا النبات عبارة عن كبسولة بيضوية شكل تحتوي على عدد كبير من البذور، وجميع أجزاء النبات مغطى بشعيرات بيضاء. في هذا النبات أنواع كثيرة، منها ما ينبت في البراري، ومنه ما يستنبت في الحدائق للزينة لجمال أزهارها، والتي توجد في عدة ألوان: الأحمر والوردي والأزرق والأبيض والإسمنجوني والبنفسجي والقرمزي والقرنفلي والأرجواني، وكثير من الألوان التي تعطي للحدائق رونقا وجمالا خلابا. اسم شقائق النعمان بالفرنسية كوكوليكو، اسمه العلمي بابافير روياس، من عائلة الخشخاشيات بابافيراتشي. وهذه العائلة تضم أنواعا كثيرة من الخشخاش، منه ما هو بري ومنه ما هو بستاني، ومنه نوع يستخرج منه من ثمرته بالشرط حليب أبيض، وهو المسمى بالفرنسية لوبيوم، الذي يقال له بالعربية العفيون. ويحتوي كذلك على مادة المورفين التي لها مفعول مهدئ في الجهاز العصبي المركزي. شقائق النعمان في الطب القديم. ذكر ابن البيطار في كتابه الجامع عن ديوسكوريد، قال: شقائق النعمان صنفان، بري وبستاني. فمن البستاني ما زهره أحمر، ومنه ما زهره إلى البياض وإلى الفرفيرية، ساقه أخضر دقيق، ورقه منبسط على الأرض، وأغصانه متفرقة على أطرافها زهر مثل زهر الخشخاش، وفي وسط الزهر رؤوس لونها أسود،
وأصله في عظم زيتونة أو أكبر، وأما البر منه فإنه أعظم من البستان وأعرض ورقا وأصلب، ورؤوسه أطول ولون زهره أحمر قام، وله أصول دقاق كبيرة، ومنه ما لونه وورقه أسود وأصفر وهو أشد حرافة. وشقائق النعمان ليس له دمعة ولا خشخاش، يعني خشخاشة صغيرة وليس فيها حليب. وقال جالينوس: جميع أنواع الخشخاش قوتها حادة جاذبة غاسلة فتاحة. ولذلك صار شقائق النعمان إذا مضغ جذب البلغم، وعصارته تنقي الدماغ من المنخرين، وتنقي أيضا القروح الوسخة، ويقلع ويستأصل العلة التي يتقشر معها الجلد، وأظنه يقصد الصدفية، ويحضر الطمت إذا احتملته المرأة، ويضيف ديوسكوريد بعد وصفه للنبات قال: والبستاني والبري من شقائق النعمان جميعا لها قوة حادة، ولذلك إذا دقت أصولهما وأخرج ماؤها واستعط به نقى الرأس، وإذا مضغت قلعت البلغم، وإذا طبخت وتضمد بها أبرأت أورام العين الحارة وتجلو الآثار التي فيها من اندمال القروح، يعني لسيكاتريس، وتنقي القروح الوسخة. وإذا طبخ الورق مع القطبان بحشيش السعير وأكل أدر اللبن، يعني الحليب عند المرأة، وإذا احتمل أدر الطمت، وإذا تضمد به قلع الجرب المتقرح. وقال عيسى بن علي: وإذا خلط زهر شقائق النعمان مع قشور الجوز الرطب قلع القوباء، وإن جفف أدمل القروح. وقال غيره: عصارة شقائق النعمان تذهب بياض العين، ولا سيما من أعين الصبيان، وإذا سقيت بمائه الأكحال المركبة للعين قواها وحسن فعلها، يعني حسن النظر. وقال ابن رضوان: بزر شقائق النعمان أشفيت به من البرص بأن سقيت منه أياما متتابعة، وجربت ذلك مرارا كثيرة، فسقيت منه كل يوم وزن درهم بماء بارد فانتفع به. وزن الدرهم هو 3.25 جرام. أما عمر بن داود الأنطاكي فقد قال في كتابه التذكرة: شقائق النعمان ويسمى الشقر والشقيق، وهو نبات يرتفع نحو ذراع، له فروع مزغبة خشنة، ويعقد على رؤوسها كأنها الورد، ثم ينفتح عن زهرة مستديرة كأنها الورد في وصفها، وألوانه إلى حمرة وصفرة وزرق وسواد، وأكثره الأحمر، وداخل هذه الزهرة خشخاشة فيها بصر أسود مستدير، وطعمه إلى حدة وقبض يدرك بمارس وأبريل، يستأصل شأفة البلغم مضغة وأكلة، وإن شرب سكن الوجع حيث كان من وقته خصوصا القوننج، ويزيل البرص شربا وطلاء، وظلمة العين وبياضها كحلة، وما في الدماغ صعوطة، وطبيخه يدر اللبن شربا والحيض احتمالا، ومسحقه يقطع الرعافة نفوخا في الأنف. وحيا عن تجربة شقائق النعمان الخشخاش المنثور في الطب الحديث. الجزء المستعمل من شقائق النعمان: أولا الأوراق تضاف إلى السلطات والحساء، ثانيا البذور تعجن مع الخبز أو ترش عليه وفوق الكعكات، ثالثا زيت البذور يستعمله البعض بديلا لزيت الزيتون، أما للاستعمال الطبي فلا تجمع إلا الزهور وتجفف في مكان ضليل كثير التهوية، ثم تخزن في علب من الكرتون بعيدة عن الضوء إلى أن يصل وقت استعمالها. المواد الكيميائية الموجودة في عشبة شقائق النعمان هي كرويدات، أهمها البابافيرين والرويادين والرياجين وصبغ أحمر يعرف بالأنتوسيانين، ومواد هلامية وحمض العفس. خصائص نبتة شقائق النعمان: ملطف مضاد للتشنجات، ملين ومنوم، ونافع للصدر، مهدئ ومعرق. تستعمل شقائق النعمان لعلاج الدباح، يعني التهاب اللوزتين والحنظرة، والتهاب القصبة الهوائية والمغص، وتشنج الأعصاب والسعال، ولعلاج الأرق. أما طريقة استعمال هذه العشبة
وهو أن تأخذ 10 باتورات يعني أوراق الزهرة توضع في كأس سعته 250 ملليلتر يعني ربع اللتر، يفرغ عليها الماء المغلي، تترك لترقد 10 دقائق، ثم يشرب على جرعات طوال اليوم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وأرجو أن ينال إعجابكم، وأشكركم على مشاهداتكم وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة، وأرجو أن أكون قد أفدتكم ولو ببعض الشيء ومن استفاد منكم. فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة، ولكم الأجر والثواب، فالدال على الخير كفاعله. وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد وموضوع أو موضوع جديد أو عشبة جديدة، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.